متتبعي قناة الفاس بريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص اللي تنستضيف فيه السي مصطفى شعول الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجيستيك متعددة الوسائط، من أجل النقاش حول الحوار الاجتماعي الأخير اللي دارته النقابة مع المركزية النقابية وحضور يعني النقابات قطاع النقل الحضري في هذا الحوار. واش الحكومة فاتحة حوار مع النقابات من أجل تجاوز المشاكل الكثيرة التي يعرفها قطاع النقل الحضري؟ واش هي الانعكاسات أو يعني التأثير الإيجابي للعملية الدعم التي تقدمها الحكومة لهذا القطاع هذا؟ مصطفى مرحبا بك. شكرا على الاستضافة وعيد مبارك سعيد مرة أخرى. الله يبارك فيك سي مبارك. الله يحفظك سي مصطفى. الحكومة دارت يعني مؤخرا واحد جولات الحوار الاجتماعي مع المركزية النقابية الأكثر تمثيلية في إطار جلسات الحوار الاجتماعي اللي دارتها الحكومة منذ الانتخاب ديالها. بالنسبة لكم تكون مهني النقل، وكاين شي تفاوض معكم، كاين شي حوار معكم أجل نحل المشاكل ديالكم اللي تتعلق بمهنة أو بقطاع النقل الطرقي؟ بطبيعة الحال منذ يعني تنصيب الحكومة، احنا كمهنيين ديال النقل، احنا كهيئات يعني تؤطر وتدافع وتناضل من اجل مهنة النقل وكذلك النقل الطرقي على الخصوص والمهن المرتبطة بها، كذلك المهن يعني المرتبطة باللوجيستيك. بطبيعة الحال وزارة النقل واللوجيستيك يعني في حلتها الجديدة ان صح التعبير فتحت حوار مع المهنيين ديال النقل يعني بكل الاصناف ديالهم. وكيف ما كتعرفوا بان قطاع النقل اليوم هو يعني تدحرج بين وزارتين، بين وزاره الداخليه وكذلك وزاره النقل واللوجيستيك. على مستوى وزاره النقل هناك يمكن القول ان هناك جديه ومؤسسه ديال الحوار وكاين عمل في اطار لجان تقنيه، ولكن النتائج المخرجه الى حدود الساعه دابا تقريبا 18 شهر ما كاينش هناك مخرجات ملموسه و يعني على ارض الواقع اللي كينتظرها المهنيين وكينتظرها كذلك السائقين المهني والشغيله ديال النقل. كذلك على مستوى وزاره الداخليه ما كاينش هناك حوار حول قطاع اللي هو مهم ومهم جدا، هو قطاع النقل الوسيط الاجور. انماط اخرى من النقل هي مرتبطه بين وزارتين كالنقل العمومي للمسافرين وكذلك يعني انتم يعني انتم متابعين جوج الوزارات، جوج الوزارات، وزاره النقل ووزاره الداخليه. احنا داخل المنظمه منذ التاسيس ديال امنا بان اليوم قطاع ديال النقل هذه الاشكاليات هي اللي عمقت الازمه ديالو، ان هذا التدحرج بين وزارتين وبين كذلك السلطات المحليه والتدخل، يعني هناك عده متدخلين في القطاع، وهذه العده المتدخلين يعني يؤجلوا دائما النتائج اللي يمكن انها تشوفها انت كصحفي وكمواطن مغربي على الارض الواقع، خصوصا في النقل العمومي والجماعي. يعني خص القطاع يكون تابع لجهه واحده، اما وزاره النقل اما وزاره الداخليه. بطبيعه الحال، اذا احنا اليوم كمهنيين ديال النقل الحوار هو موجود، ولكن مدى جديه الحوار ومدى مخرجات الحوار. الجديه ديالو، لان الحوار ومن اجل الحوار راه الابواب مفتوحه، الاجتماعات يعني تعقد تحت رئاسه السيد الوزير مشكور، اللي يمكن نشكره لانه كيبان بانه كيبذل المجهود هو يعني هو الاطر ديال الوزاره، ولكن الى حدود الساعه المخرجات لم تنزل على ارض الواقع. وهذا اليوم اللي المهنيين ديال النقل يعني كاين هناك توجس تخوف باننا ان هذه الحكومه وهذه الوزارات انها تنهج نفس النهج اللي نهجته الوزارات السابقه، وهذا الامر هذا اللي ما غنتمناوش يكون، لان كان مجهود كبير من طرف احنا كهيئات بطبيعه الحال، لان الحضور للاجتماعات وتهيئ الاجتماعات وكذلك الرجوع عند القواعد والتواصل مع القواعد في كل الامور اللي كتهم القطاع، خصوصا تحديث البنيات ديالو والهيكله ديالو والاعاده ديال التنظيم ديالو وفق واحد المقاربه مندمجه اللي يمكن انها تدمج كل القطاعات ديال النقل. ولكن البعض تيقول بان انتم كمهنيين النقل الطرقي يعني من الفئات اللي او تكاتكو الفئه المحظوظه اللي استفدت من يعني الازمه تاع المحروقات، يعني خدتوا الدعم 5 مرات ولا 6 مرات، يعني دائما الحكومه تعطيكم 10 مرات دابا يعني ضعف العدد. اش خصكم يعني؟ تقول الحوار ما كاينش المخرجات ديالو، انتم راه مستافدين يعني. واش يعني الدعم المالي هما اللي تيضربوا عليه النقابات؟ انا لا اعتقد، لا انا اعتقد الدعم المادي كتضرب عليه النقابات باش تستافد منه النقابات. هذه اعانه ماشي دعم، هذا اعانه مباشره او دعم استثنائي مادي مباشر للتخفيف من الازمه، ان المهنيين النقل راه تحملوا نصف ديال الازمه والحكومه تحملت نصف ديال الازمه. لولا ان المهنيين ما تحملوش هذاك العيب الباقي، اليوم المجموعه ديال المقاولات النقليه هي ماضيه الافلاس، مجموعة ديال السائقين المهنيين ما توصلوش بديك الاعانه. علاش؟ لان تكلمنا ان القطاع فيه اعطاب، هاد الاعطاب اللي ما خلاوش حتى هذيك الاعانه البسيطه الا جينا نتكلموا عليها وجينا نحسبوها وجينا نديروا لها التقييم، راه اعانه بسيطه خلاها ما وصلتش مجموعه ديال الفئات. اذا الاعطاب اللي كتنخر القطاع. لا انت هضرتي قلتي بان الحكومه غير ملتفته للقطاع وكذا. ما قلتش غير ملتفته، انا لا ما قلتش غير ملتفته، هناك حوار ولكن الاجراء او ديال كل النقط اللي تناقشنا فيها في اطار الحوارات والحوار مع وزاره النقل واللوجيستيك
لم تنزل على مثلا خصوصا مثلا على مستوى على مجموعه انماط النقل، نقل البضائع، نقل المسافرين، نقل المزدوج، كذلك في موضوع السياقه المهنيه، في موضوع ديال كذلك ديال النقل السياحي، يعني كل هذه القطاعات فيها مشاكل مرتبطه بالتدبير ديالها. اذا تم الاتفاق على مجموعه ديال النقاط في مراحل، طبيعي الحال انه ما يمكنش يكون الاصلاح جمله خصو يكون اسمحوا حنا كنامنوا بانك التدرج في الاصلاح، ولكن لابد ان ننزلوا امور واحد جوج ولا ثلاثه ولا اربعه ديال النقاط من مجمل النقاط اللي اتفقنا عليها وغنواصلوا. هذه هي الثقه والمسؤوليه ديال الحوار، والمسؤوليه خصها تكون متبادله، والثقه خصها تكون متبادله بطبيعه الحال من طرف النقابات والهيئات الجاده، ومن طرف كذلك الوزارات اللي ممتنين يعني يمثلون الجهاز الحكومي. اذا اليوم قطاع ديال النقل الاستاذ بوستة هو خصو التفاته حكوميه، لان يعني اليوم كيف ما قلت هاد اللخبطه بين مجموعه ديال الوزارات ومجموعه ديال المصالح لا تخدم القطاع ولن تخدم القطاع في المستقبل. وكنا حنا داخل المنظمه من يعني منذ التاسيس منذ 2016 تكلمنا ان قطاع النقل خص التحديد ديال البنيه ديالو، خص الهيكله واعاده التنظيم ديالو وفق مقاربه مندمجه وفق تصور جديد وفق التطورات كذلك اللي عرفها القطاع واللي عرفتها بلادنا، وكذلك التحديات اللي حنا مقبلين عليها، لان يعني قطاع النقل هو العصب ديال الاقتصاد الوطني، لا نقل البضائع ولا النقل الجماعي والعمومي للمسافرين. كنشوفوا بعض الانماط ديال النقل كتطور بطبيعه الحال، ولكن هاد الانماط ديال النقل الطرقي مع الاسف الشديد هضرت على نقل البضائع، فاش الوقت اللي غتخصص الحكومه اول دفعه تاع كما سميتها انت الاعانات تم هذه القضيه دي يعني بارتفاع اسعار تاع المواد الغذائيه المواد الاستهلاكيه، ولكن اللي لاحظنا يعني ما مر شهور ان الحكومه تدعم مهني النقل والارتفاع تاع الاسعار تزايد، يعني شنو المفارقه ماشي مرتبط بالدعم الغازو. هو انا شفنا اليوم المجموعه ديال المواد الاساسيه هي مرتفعه، ومجموعه ديال المنتجات اللي لا علاقه لها بالترونسبور، لان اصلا الترونسبور الى زاد شحال غادي يزيد، فرق نتكلموا على الخضره ولا نتكلموا على الفواكه ولا نتكلموا على المواد الاستهلاكيه شحال غادي يزيد، لانه هو عنده واحد عنده واحد 14 طن ولا 19 طن ولا 44 طن ولا 25 طن شحال غادي يزيد في الفرنك في هذاك. ولكن كنشوفوا الزيادات راه زيادات صاروخيه. اذا اللي كنتكلموا اليوم على هو موضوع الساعه، ان ابسط الحوايج هو الامور ديال اليوم كنشوفوا الدواجن، كنشوفوا الدجاج 27 درهم 28 درهم بعضنا، اذا شي ما مرتبط ما مرتبطش بالنقل. وكيف ما قلت لك وكنأكد وكتحمل هذا الكلام اللي كنقول، ان هذيك الاعانه ما وصلتش للجميع، واللي وصلت ليه غير هي خفات شي ما وصلتش للجميع، ماشي كلشي وصلت للجميع، لان كاينه مشاكل كيف ما قلت التنظيميه ديال القطاع هي اللي حالت دون، راه تكلمت عليها في الاول، حالت دون ان كل يستفد من واش المقاولات النقليه ولا الناس اللي يعني عندهم طاقه. كاين بعض المقاولات النقليه وكذلك بعض السائقين المهنيين اللي وبعض كذلك المستغلين سيارات اجره اللي ما توصلوش، وبعض السائقين المهنيين اللي ما توصلوش اما بالجشع ديال بعض يعني بعض المستغلين الغير المهني اللي ما فيهمش يعني ما كيتوفروش على المهنيه، وكيستغلوا مجموعه ديال سيارات اجره، اساطيل ديال سيارات اجره، وكيبتزوا يعني او كيستعبدوا بصح التعبير هذوك السائقين المهنيين ما توصلوش مع الاسف الشديد، وما كاينش اليه انها ان اليوم ان هذا الدعم غيوصل لهاد السائقين لغياب كيف ما قلت لك المعطيات وغياب التنظيم ديال القطاع على عده مستويات. ولهذا الغرض اليوم وحنا مقبلين على تخريج يعني التظاهرات فاتح 100 والعيد الاممي للامه، واليوم اللي حنا يعني كمنظمه ديمقراطيه النقل والسكن نعتبروا المهنيين ديال النقل والسائقين المهنيين من الطبقه العامله، لا سيما انهم اليوم تصنفوا مع العمال غير الاجراء، اذا علاقه الشغل هي قائمه في بعض الاقاليم والجهات، العمال انهم خضعوا كل مستغل سياره اجره اكثر من سياره اجره انه يصرح بالسائقين المهنيين في قانون الشغل ولا صندوق الضمان الاجتماعي. اذا اليوم احنا نعتبر نفسنا جزء من الطبقه العامله النشطه المغربيه، ولا بد اننا نعبروا على المواقف ديالنا من خلال يعني تخريج هذه التظاهره ديال فاتح ماي ديال هذه السنه. ذكرت احتفالات فاتح ماي، ولكن الملاحظ ان خلال هذه العشريه الاخيره كان الفتور على مستوى المشاركه في هذه الاحتفالات تاع فاتح ماي، واش هادشي عنده علاقه بان النقابات فقدت المصداقيه بالنسبه للمواطن العادي والعامل؟ احنا ما غنتكلموش على فقدان المصداقيه اكثر من غادي نتكلموا على فقدان الثقه وعدم الايمان بالعمل النقابي. اليوم المواطن المغربي او الطبقه العامله او الموظفين او يعني المهنيين او كل الفئات النشطه في المجتمع يعني كانت يعني ترجى خيرا في مجموعه ديال المركزيات النقابيه التاريخي اللي عندها تاريخ نضالي انها يعني تكون تترافع على القضايا ديالها، خصوصا القضايا اللي الكل كيعرفها، ولكن مع الاسف الشديد يعني في الحكومات المتعاقبه تم
يعني تم تهجين هذا العمل النقابي وكذلك العمل السيء. وكنلاحظوا حتى الان كنشوفوا ارتفاع الاسعار الغير المسبوق على الصعيد الوطني. وبعض المركزيات النقابيه هي اللي خرجت ببعض المواقف واحتجات واصدرت بلاغات، ولكن مركزيات نقابيه اخرى مع الاسف الشديد، وهذا واقع لابد ان نتكلموا عليه، مع الاسف الشديد ما زالت يعني تراقب الوضع كان الوضع راه عادي. والمركزيات النقابيه اليوم راه هي اللي هي بعد الاحزاب السياسيه هي اللي خصها تكون كترفع على القضايا ديال كل الفئات ديال المجتمع. مع الاسف الشديد العمل النقابي وكذلك العمل السياسي غادي الى الحضيض، يعني مع الاسف هذا اسف، يعني اتاسف على هذا الموضوع هذا منذ يعني حكومه التناوب ومنذ الموت السريري لليسار في المغرب. انك شفنا يعني الحركه النقابيه في المغرب غادا في واحد يعني منحه ديال اللي منحه اللي ما يمكنش اليوم اننا نبشروا للطبقه العامله انها تنخرط في النقابات. مع الاسف واخا انا ما خصنيش نقول هذا الخطاب، ولكن هذا واقع لابد اننا كذلك حتى الاحزاب السياسيه ديال اليوم المشاركه في العمل النقابي وكذلك المشاركه السياسيه هي النسب ديالها نسب قليله وقليله جدا. وهذا خصو يعني خص ان اليوم الحكومه والدوله المغربيه ترجع الثقه يعني للمواطنين والمواطنات والطبقه العامله والطبقه النشطه، لان هذا دوره الوساطه عنده دور مهم ومهم جدا ان الناس ينخرطوا في النقابات الجاده، ينخرطوا في الاحزاب السياسيه، ولان هذه منصات ديال الوساطه اليوم. الا ما بقاوش هاد الوسائط راه اشكال حقيقي اللي غادي يكون عندنا، وما تكونش عندنا واحد المعارضه، وغنكونوا دائما يعني عرضه لكل الامور اللي يمكن تصدر من الحكومات الغير الشعبيه ولا شعبيه. وكنشاهدوا اليوم ان الارتفاع ديال الاسعار في كل المواد الاساسيه والمواد الغذائيه وما ولا من يحرك ساكنا. اذا اليوم احنا كمنظمه نقابيه تهتم بقطاع النقل ومهن اللوجيستيك، احنا اليوم الحمد لله يعني ندبروا الامر ديالنا على المستوى الداخلي، نترافع على القضايا المهنيه في اطار احادي او في اطار تنسيق مع مجموعه ديال النقابات الجاده، ونعملوا خير ان شاء الله الرحمن الرحيم ان الكل ينخرط والكل يعبر على المواقف ديالو، لان العمل النقابي هو عمل نبيل وشريف، ومن خلاله يمكن اننا نترافع على كل القضايا ديالنا في اطار القانون، في اطار يعني الدستور المغربي، في اطار كذلك القانون الحريه العامه اللي كيكفل هذا الحق ديال الانتماء النقابي. سي شعون شكرا جزيلا على قبول الدعوه، متتبعي قناه فاس بريس الى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله. شكرا على الاستضافه.